على هذا أصحاب الهجرة الأولى جدا هم سافروا في شهر شعبان ورجعوا، سافروا في شهر رجب، المتأسف سافروا في شهر رجب وهو الشهر الذي قبل شعبان، شعبان بنسميه قصير هنا، ورجعوا في رمضان. على هذا أصحاب الهجرة الأولى جدا سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وجماعة من الصحابة هاجروا الهجرة الأولى جدا. هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ذهبوا أبعد من المنطقة التي تتاخم البحر الأحمر، لأن المسافات بعيدة، ولا يمكن أن يكونوا هاجروا من شعيبة جدة في رجب ورجعوا في رمضان إلا إذا كان المكان في منطقة قريبة. ثم لا يمكن أن يكونوا خرجوا بالبحر من جدة وركبوا البحر إلى أن وصلوا إلى باب المندب، هذا يستغرق منهم زمنا طويلا. ولا يمكن أن يكونوا وصلوا إلى منطقة مصوع أو إلى شمالها ثم ركبوا البر إلى ناحية قندار وأكسيوم في داخل الحبشة، هذا يستغرق منهم زمنا طويلا وتعبا ومشقة. وقد خبرنا ابن سعد أنهم مشوا راجلين من مكة إلى الشعيبة إلا شخصا واحدا وهو السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، كانت على حمار وهي زوجة عثمان، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذه هي الدفعة الأولى. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه استمر إلى السنة السادسة في الهجرة، ولكن الأخبار كانت متصلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة سمعوا بغزوة بدر، وجاء جعفر رضي الله عنه بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية مكن المسلمين من أن ينتشروا في آفاق جزيرة العرب بدعوتهم من دون أن يعترضهم أحد، ومكن قريش أن تتاجر إلى الشام من دون أن يعترضها أحد. صلح الحديبية أوجد جوا من السلام بين المسلمين في المدينة وبين أعدائهم من قبل في مكة، وأمر الإسلام ابتدى يعلو، لأن العرب كانت تناصر أهل مكة لأنهم حراس البيت، ولكنهم لما رأوا أن المدينة أيضا متجهة أنظارها إلى الكعبة وأن صلاة المسلمين إلى الكعبة وأنهم قد اعتمروا في الكعبة وأعجبتهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا يدخلون في الإسلام. فعمر بن العاص قال لخالد بن الوليد إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، وهو وخالد أسلم ومعهما عثمان بن طلحة الذي من أسرته شيبة جد بني شيبة الذين يحرسون الكعبة. فابتدأ الإسلام يظهر، وجعفر بن أبي طالب رجع في هذه المدة. فيستدل على هذا على أن بقاءه في أرض السودان في أرض الحبشة كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة متصلة بجهاد المسلمين. فلما انتهى أمر الحاجة الجهادية وأصبح الناس في حاجة إلى نشر الدعوة، ثم احتاج المسلمون إلى أن توجه أنظارهم إلى حماية العرب من تغول الفرس والروم، دعي جعفر ابن أبي طالب ومن معه فعادوا. الفترة الأولى أصحاب الهجرة الأولى ذكروا أنهم لقوا نجاشيا وأكرمهم وأحسن إليهم. من النجاشي الذي لقوه؟ هل هو الحاكم على
بلاد الحبشة كالذي كمثل الذي أرسله مثل الذي أرسله الحاكم الأول عندما أرسل أبرهة وأرياط إلى اليمن، هل هو من أكسيوم؟ أنا أذكر أني سألت أستاذنا آنئذ وهو مختص بهذا، لأنه أنا خاصة غير مختص بهذا أبدا، لأن مجالي مجال الأدب. سألت أستاذا مختصا بهذا وهو البروفيسور مكي شبيكة رحمة الله عليه، فقال لي إن أمر الحبشة قد مرج، قد اختلط، وقد ذهبت الدولة الواسعة في أوائل القرن السابع الميلادي، أي في حوالي سنة 1300 لم تكن هناك مملكة لنجاشي كبير يحكم يكون سلطانا على جميع بلاد الحبشة، وإنما كانوا ملوك طوائف، كل منهم يسمي نفسه نجاشيا. وهذا الخبر تؤكده السيرة، لأنه لما نزل جعفر بن أبي طالب عند ملك الحبشة فيما بعد، جاء ملك آخر يحاربه، فاحترب النجاشيان وخاف المسلمون، فأرسلوا أحدهم لينظر المعركة من بعد وليخبرهم في وقت مناسب إن كان صاحبهم قد انتصر أو انهزم، وهذا يمكنهم من النجاة. قالوا وكان بينهم وبين موضع المعركة عرض النيل، عرض النيل. وأنا وقفت عند هذا الخبر، هذا الخبر موجود في حديث السيدة أم المؤمنين أم سلمة، وهو موجود أيضا في سيرة ابن هشام، وموجود في سيرة ابن إسحاق. وأنا لما قرأت هذا الخبر قلت هذا النيل، هذا النيل الذي كان بينهم وبين محل المعركة، طلبوا من أحدهم وهو سيدنا الزبير وكان شابا، وهو الزبير بن العوام، أن يعوم ليشاهد منظر المعركة من بعد، ونفخوا له قربة فعام، وجاءهم من بعد يخبرهم أن نجاشيهم قد انتصر. فأنا استوقفني هذا، أين هذا البحر الذي يعام بقربة في بلاد الحبش؟ أما نهر الأواش الذي يمكن أن يصنع به هذا فهو بعيد جدا، وأما ناحية أكسيوم وغندار وإريتريا الشمالية، سألت أخونا المرحوم المختص بهذا وهو الدكتور حسن إبراهيم حسن أن يبحث هل يوجد نهر يمكن أن يعاب، فكان قوله لي من بعد أن قال لا يوجد إلا نهر له جرف، أي له جانب محدد وهو يخترق الصخور ويكون خورا، ولا يمكن مثل هذا أن يعبر بقربة بسهولة. وهذا لا يستمر، لأنه في زمن التحريك يذهب، ويمكن الإنسان أن يخرج من صخرة إلى صخرة ولا يحتاج إلى أن يعوم. فإذا هذا النهر ينبغي أن يكون أحد أنهار هذه البلاد. أستاذ بروفيسور مكي شبيكة كان يرى أن الدفعة الأولى لا يمكن أن تكون تجاوزت طوكر، وطوكر فيها نهر وهو بركة. وشيء آخر يقوي هذا الوجه من رأيي، وهو أن توكر كانت تمد أرض الحجاز بأهم طعامها وهو الدخن. الناس الآن تغيروا، حتى في بلدنا هذا صاروا يأكلون دقيق الفينة والرغيف والحكاية،
ونسل الذرة، لكن كل بلد كان ينبت فيها من الحبوب ما يناسب أهلها ويناسب جوها. وكان الدخن أجود الدخن أظنه ما زال يزرع في ناحية توكر، وكان يطلب من ذلك الزمان. وهؤلاء اللاجئون لجأوا إلى ذلك المكان ووجدوا فيه رئيسا أكرمهم. أما الذين استمروا من بعد وهم يذكرون عرض النيل والمعركة التي حدثت فيه، فينبغي أن تكون أن كانت هجرتهم إلى أرض النيل. استبعدت أنا نهر أتبرة والنيل الأزرق، لأن نهر أتبرة شديد الجريان، لا يمكن أن يكون شخص جاء وهو شاب حديث ونفخت له قربة ويركب في نهر أتبرة من أول يوم. وكذلك النيل الأزرق، النيل الأزرق زمن الفيضان مخيف للغاية، وفي غير زمن الفيضان توجد فيها أماكن يمكن أن تخاط. ورجح عندي أو رجحت أن يكون سير الناس إلى منطقة مرتبطة التاريخ بالحبشة، مرتبطة التاريخ بالحجاز، وهي الناحية الشمالية من نهر النيل، والتي كانت فيها مملكة مروي القديمة. وهذه المنطقة فيها جزائر في النيل، وفي زمن الفيضان وهو زمن الخلاف يمكن أن تنشأ حروب بين فئتين كبيرتين من أجل الاستيلاء على الأرض الزراعية أو الأرض النيلية، خصوصا في نواحي شندي والهواد وكبوشية وما أشبه ذلك. ولذلك أرجح أن الخلاف الذي ذكر بين النجاشيين كان خلافا من هذا النوع، وأن العبور من جانب الزبير بن العوام لم يكن إلى أرض النيل، وإنما كان من ناحية فيها تيار النيل ضعيف يفصل بينه وبين جزيرة، ويكون هو قد ذهب إلى تلك الجزيرة وصعد على شجرة ونظر ورأى المعركة في الجانب الآخر، ثم أخبر قومه من بعد أيهما انتصر. وهذا تخمين لا يمكن أن يعول عليه، حتى إن بعض أحد الإخوان من بلاد الرباطات قال لي هؤلاء القوم جاءوا إلى مقرات من دون شك، لأن أهل مقرات إلى اليوم ينفخون القربة لعبور النيل. والحق أن القربة تنفخ في كل مكان ليعبر بها النيل، إلا إذا وجد ما هو أضمن منها كالقرع إذا استعمل قاربا صغيرا ليعوم به الإنسان، وكالعنبج ليعوم به الإنسان، لأن هو أضمن من القربة، لأن القربة قد تنخرم ويخرج الهواء منها. ويوجد القصة في المثل يداك أوكتا وفوك نفخ، أي يداك أمسكتا بالقربة وفوك نفخها. يقال إن رجل ذهب إلى نهر يعوم وانخرمت القربة فجعل يصيح، فقال له الرجل الآخر شامتا به يداك أوكتا وفوك نفخ فلماذا تدعوني. فالشاهد في الأمر أنا ذكرت هذا لأبين أن الطريق بين النيل وبين البحر الأحمر من طريق الباك، من طريق بربر وسواكن، قديم ومعروف، وذكره ماك مايكل في كتابه، وذكره قبله مؤرخون، وهو سريع ومأمون وفيه ماء، فيمكن أن يخرج الركب من سواكن حتى يصل إلى النيل من هذا الطريق، وهو قريب ومضمون. وقال لي أحد الإثيوبيين المختصين هؤلاء الصحابة ذهبوا إلى زيلع، والمسافة بين زيلع وأكسيوم ليست طويلة، والطريق مأمون. وقال مثل هذا القول الشيخ حمد الجاسر، وهو شيخ العربية والعالم العلامة في الجزيرة العربية في السعودية في نجد. هو لم يذكر زيلع، ولكن ذكر أن سيدنا أبو بكر الصديق قال إنه
ذاهب إلى برك الغماد وقال لي إن برك الغماد هذه بالقرب من باب المندب، فينبغي أن يكون الصحابة ساروا إلى باب المندب وعبروا من هناك. وله وجهة نظره هذه، ولكن برك الغماد مستعملة في أكثر من موضع للدلالة على المكان البعيد، فسيدنا أبو بكر قال إنه سيذهب إلى أبعد مكان ولكنه لم يذهب، لأن الدغنة أو الدغنة أجاره وبقي هو في مكة. فهذا خبر طويل، ولكن يتصل بصلة العرب بهذا البلد من قديم الزمان. السهيلي في كتاب الروض الأنف قال إن العربية كانت معروفة في بلاد الحبشة، سواء كانت بلاد الحبشة هي هذه البلاد أو البلاد التي تجاورها، العربية معروفة فيها من قديم الزمان، وتوجد أشياء كثيرة تدل على أن العربية كانت معروفة في هذا البلد وأن العروبة قديمة. والحقيقة كما قلت إن العربية ليست أصلا، العربية لسان، ومن تكلم العربية فهو عربي. وسحيم عبد بن الحسحاس من أعرب من تكلم بالعربية، وله قصيدة من الجياد تروى في الشعر العربي من أفضل قصائد الشعر العربي على وجه الزمان. وعنتر بن شداد كان من نسب متصل مختلط، وكان من أفصح الشعراء، وله إحدى المعلقات وبعضهم يفضلها على المعلقات التي فضلت عليها، على معلقتي لبيد وعمر بن كلثوم. وهذا اللون الأسود كان معروفا في العرب من قديم الزمان، وبعض العرب عرفوا، وكانت للنعمان بن المنذر كتبتان، إحداهما تسمى الشهباء والأخرى دوسر. فالشهباء كان لعله كان لون أصحابها فاتحا، ودوسر منهم الدواسر، والدواسر إلى اليوم فيهم دكنة اللون، وهذا أمر لا نريد أن نفيض فيه الآن، وإنما نشير إليه إشارة. وبلدنا السودان هذا له تاريخ قديم، تاريخه موغل في القدم، ويدل على تمكن في حضارة قديمة. حتى ما يظهر على الناس من البداوة ومن خشونة العيش لا يخفي حقيقة أن لهم أصالة أصيلة في الأخلاق وفي العرف، وهي التي تميزهم على كثير من الناس الذين جاءوا بعدهم. والله المستعان، وله الحمد أولا وأخيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.